السلام عليكم. إيران تصنع صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا إلى ارتفاع 36 ألف كيلومتر. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة الفضائية بوزارة الدفاع الإيرانية أن تصنيع الصاروخ الإيراني قادر على إصدار قمر صناعي إلى مدار الأرض الثابت يمر بمراحله الختامية. ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن رئيس الإدارة الفضائية الإيراني سيد أحمد حسني قوله إن صاروخ سرير بوزن 1.5 طن الذي تقوم وزارة الدفاع الإيرانية بتصنيعه سيكون قادر وبمقدوره إطلاق قمر صناعي إلى ارتفاع 36 ألف كيلومتر، ما يناسب المدار الثابت المتزامن مع دوران الأرض، كما سيكون بمقدوره إطلاق 5 إلى 6 أقمار صناعية إلى مدار الأرض المنخفض. يذكر أن وكالة الفضاء الإيرانية كانت قد أفادت العام الماضي بانطلاق عملية تصميم وتصنيع صاروخ سرير، مع العلم أن إيران لا تمتلك في الوقت الراهن صواريخ قادرة على وصول المدار الأرض الثابت، وكان بإمكان إيران أن تطلق 3 أقمار صناعية فقط في وقت واحد بواسطة صاروخ واحد. ويقضي البرنامج الفضائي الإيراني إلى جانب مهام أخرى بزيادة وزن الأقمار الصناعية التي تطلق إلى مدار الأرض حتى 4 أطنان، وتوفير إمكانية وصولها إلى المدار الثابت. ويذكر أن إيران بدأت عام 2004 في تحقيق برنامجها الفضائي، وتعتبر إيران واحدة من 24 مؤسسة للجان التي استخدمت تكنولوجيا الفضاء لأغراض سلمية لدى منظمة الأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها عام 1959. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.